صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين، ما خاب من تمسك بكم، أمن والله من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيم. أيها الراكب المجد إذا ما نفحت فيك للسرى مرقال، واجعلا طيبة ففيها أسود من شذاها طابت صبا وشمال. إن في طيها أسود إليها تنتمي البيض والقنا والنبال. نادي ما بينها بني الموت هبوا، قد تناهبنكم حداد صقال، تلك أشياخكم على الأرض صرعى. فإذا استقبلتك تسأل عنا من لؤي نساؤها والرجال، فاشرح الحال بالمقال وما ظني يخفى على نزار حال. تلك أشياخكم على الأرض صرعى، لم يبل الشفاء منها الزلال، غسلتها دماؤها قلبتها أرجل الخيل، كفنتها الرمال. ونساء عودتموها المقاصير، ركبنا النياق وهي هزال. هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال، أضحت اليوم واليتامى عليها. يا لقومي تصدق الأنذال، صاحت يا وادي كربل مش معجورين، بلي غسيل وكفان خلينا ولينا، غصبان علي ماشية يا لبة تحشى، يا حسين يا المضاك من قبل الذبح ما فارقت جسمك عثر، والراس ويا فوق الرموح منصوب يبرى للضعينة. وحسينا خويا أنا لو خيروني يا عزيز بقيت وياك. مو هاي الونة هالأيام إلها أثرها، أنت هم تستانس وتستلذ في محرم إذا تصيح. خل أسمع نداءكم. ها أنا لو خيروني يا عزيزي بقيت وياك،
لقعيد لعد جسمك يا نور العين وانعى، لكن لو ظليت من يرعى اليتامى، لو طوح الحادي وحدب هاي الضعينة، صدت إلى المسنات والعبرة جرية ويلي ويلي، صدت إلى المسنات والعبرة جرية، صحت يا نايم عالثرى زينب سبيع، عقب الخدور للشام يردوني هدية يلي جبتنا قوم ردنا للمدين. وإماما لا زال استعدادكم هذا هو، يعني يصير التوفيق بالمجلس، أنا مطمئن. هذا الطور أردق ربيب بيتين للمرحوم ملا يوسف بن ملا عطية، أي خلي الماتم يموت. ويلي ويلي، وألقت النظرة الأخيرة على أخيها، صحت عريان جسمك عالثرى ومشيت عنه، دنوا المطايا ولليتامى غدت حنه، وما تسمع ذاك المقيد غير ونه، كل ما جذبها نحال جسمي ومزع حشاء، خويا لو طاحت الطفله يا خويا امتحن بيها، ما حد يركبها ولا يشفق عليها، ما غير حد يضعون بصوته يجيها يورم، ما تنهى وتنتخي وما تشوف حما على حسين. اي خويا، ولا على حسين، لكن الأمر لله والعاقبة للمتقين. لربما وهذا واقع، يعني في ناس تعترض أنه ليش أنتوا تنبشون الماضي وتثيرون المشاعر وتذكرون أسماء أصبحت شخصيات أكثر مثلاً للمسلمين بعضهم، من شرعيتها كل التساؤلات اللي تطرح على شعائرنا الحسينية عدنا فيها أدلة فضلاً عن السنة النبوية من القرآن الكريم، وصراحة صراحة مو إشارة لو تلميح، وإلا إذا تريدنا مثلا ما نذكر المقاتل فهذا القرآن ذكر لنا أكثر من مقتل، مقتل هابيل بن آدم ومقتل أصحاب الأخدود، فعلى جواز ذكر المقاتل. أما الأسماء اللي جنابك تعترض عليها فالقرآن لما يذكر هامان وفرعون وقارون وأبو لهب معناها جواز ذكر الأسماء، ثم التاريخ نذكره حتى نعرف نوالي من ونعادي من، شلون نمشي على يا سير، نحب من، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ثم احنا نريد نذكر ما جرى على آل رسول الله في هاليومين. حقك انت إذا ما تريد تذكر مأساتهم، لأنه لربما تطيح بعض الرموز بعض الشخصيات اللي جنابك تحترمها، بس احنا ما نجامل بحساب دين الله. الله فرض علينا محبتهم مودتهم موالاتهم، والموالات بكل ما
للولاء من معنى. ما يصير أنا أحبك وأحب عدوك. وهاي المصيبة اللي صبت على آل رسول الله بهاليومين، انتو رجاجيل سمعون بيها سمعوا ما تطيقونها. اش حال بنات الرسالة اللي شافن بعينهن؟ هذا هو الخلود لمعنى الحياة. هاي مجالسنا، هاي كلامنا، هاي إظهار مودتنا، وإلا الدنيا ومغرياتها زايلة. من اليوم وارجع الى عهد ادم، في ناس قلطوا وماتوا راحوا الى الله، انطوت اعمالهم، ما يبقى الا هذا المعنى، هذا اللي يريده الله. لا اكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. بعد ايش قدم رب العالمين؟ فمن بالطاغوت بعد ويؤمن بالله. اول كنت تكفر بالطاغوت وتؤمن بالله، اذا صرت بهالمعنى فقد استمسك بالعروة الوثقى. براءة وولاية، لكن شنو؟ عن معرفة مو عن جهل. اخواني، براءة وولاية عن معرفة ودراية مو عن جهل وتعصب. خصوصا انتو اخواني الشباب اللي عايشين في عصر جدا خطر. اذا يجيك الشاب الاخر اللي مو من لغتك، يمكن مو من مذهبك، مو من دينك، مو من بلدك، واذا سألك عن هاي الشعائر، غير كون انت متحزم بحزام الجواب العلمي، هسه انت كل هاي الشعائر تأديها ولا تبالي لانك على يقين من صحتها. ولكن الطرف المقابل اذا يجي لك غير كون تقنعه بالدليل العقلي والنقلي، لولا ها مو تكون عن جهل. لذا تشوف كثير من الناس يجون للمآتم للمجالس لكون جيتهم مو عن دراية، أقل كلمة اللي يسمعها من برة تأثر عليه يمكن ينزوي عن المجلس. عرفت؟ احنا نريد كون مثل سلوكهم. ش ما يصير؟ والله لو قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني. ش ما تسوون؟ أنا ما أتنازل عن هاي الفكرة. يا شباب العقيدة، خلوا لكم وقت جنابكم الدرسون حياة الحسين سلام الله عليه، لأنه لا الخطيب ولا أنا ولا الواحد مليون مرة أحسن مني ما يقدر يبين من هو الحسين. لكن التاريخ روانا عنه. الحسين مو بس 8 أيام من 2 محرم العشرة محرم وانتهى، لا، الحسين إذا ب8 أيام خلانا هالعطاء، شهر 50 سنة اللي عاشها قبل، ايش سوى الحسين؟ ادرسوها، شوفوا كرامة، عطاءة، زهدة، علمة، سلوكة، ونتأثر بيكون، نتعلم منه، من أخلاقه. شوفوا العلم اللي عند سيد الشهداء، شوفوا معرفته بالله، وحفظوا نصوص من إمامنا سلام الله عليه، نصوص أحاديث. هسا إذا يلزم واحد بالشارع يقول هاي الصيحة كلها والدنيا مخبوصة عندكم، تعال بالله يا شباب يا شيعي، أنا ما جاي لمجالسكم، شعدكم تقول الحسين ومصابة، ها حسين بالله احكي لي من أقوال الحسين فد حديث طيني، ويسكت لك. إذا يتفاجأ منك ما تحفظ ولا حديث يضحك عليك، لو أنا مشتبه. فالمفروض تحفظ لك جانب من دعاء الحسين. والله لو ما عدنا على أحقية التشيع، وأنا أعني ما أقول شباب، لو ما عدنا نثبت شيء تشيع نبي، بس دعاء الحسين يوم عرفة يكفي. هذا العلم كله وهذا التوحيد وهاي الأخلاق اللي أوردها سيد الشهداء في دعائه يوم عرفة. الحسين معرفته بالله جعلت منه هذا المعنى العظيم، معرفته بالله. الحسين كان يرى في نفسه التقصير، ما مقتنع بنفسه، هذا ما جعل منه هذا العظم عند رب العالمين. الإنسان اللي ينجرح دم يسيل
يمكن قل ما تلقى واحد ينجو بهالبلاء وتلقاه يتصبر ويقول إنا لله. الحسين ب1900 جرح رواية عن أئمتنا، قالوا مولا ما يكفي البدن 1900، قال نعم، الطعن على الطعن والضرب على الضربة. كل هذا وسيد الشهداء كان يحاكي رب العالمين: تركت الخلق طرا في هواك. هذا التوحيد، هذا الصبر، هاي العزيمة اللي عاد سيد الشهداء. وإلا مو أنا أنهار أمام مصيبة، زوجتي غثتني، ابني أذاني، الدوام أذوني، مطلوب، مريض، هاي مو تخليني أنا أنهار. تقرون المقتل مو بس كون نبكي به، هذا يقول ما رأيت مكثورا قط. مكثور يعني هاي من كثرة المصائب. أنا يمكن إذا لا سمح الله مثلا مات أخوي مصيبة علي وحدة، لكن إذا انجمع علي مصيبة موت أخوي وابني وأبوي وزوجتي وهدم بيتي وهجم الأعداء ما أطيق، يمكن أموت، عرفت؟ لكن سيد الشهداء لأن يدري بقد ما يكثر البلاء وإذا صبر أمامه يكون العطاء من رب العالمين أكبر، لذا يقول ما رأيت مكثورا قط. قتل ولده وأهل بيته أربطوا، ها جأشا صلب بهالصلابة هاي، كان كل ما يبطل من قول إنا لله. هذا ورد الله يعلمنا إياه، الذي تصب عليه المصائب وهو صابر ما يتحرك ما تكثر البلاء، إنا لله وإنا إليه راجع. أولئك عليهم صلوات من ربهم. كان تبناك تريد تعيش بالحياة كلها جمال الحياة وحلاوتها، ما يصير. وهل خلق ابن آدم إلا عرضة الخطر؟ أنت معرض هسا وباكر وبعد باكر، كون تصبر أمام البلاء، صبرت تثاب تؤجر ويوفيك الله أجر الصبر. فأخواني مهما استطعنا، وأنا يوم القيامة رب العالمين يوقفني، يمكن راح الحسين يعاتبني إذا ما أقول هاي الكلمة، يقول أنت صرت واحد من رواد المنبر، تعرف أنا شنو هدفي لما ما قلت ألا من ناصر ينصرني؟ وصل هذا صدى صوتي للوادم، قول لهم النصرة مو يشيل سيف ويجي يقتل الوادم وياي، هاي انتهت، راح الدور هذا. اليوم النصرة لسيد الشهداء بناء شخصية بعضنا وبناء شخصيات الآخرين مهما استطعنا، ونخلي هذا المعنى من مجال السيد الشهداء حتى يقول أثر علينا الحسين سلام الله عليه. والله هذا اللي يريد الحسين سلام الله عليه. نفعنا الله وإياكم وجعلنا ممن يسير على سيرة سيد الشهداء سلام الله عليه. عم الحسين سوانا شيء، مدنا مائدة ما ينتهي عطائها إلى يوم الدين، ما ينتهي. يا شباب أنتوا شايفين الأنبياء اللي إجوا في عصورهم، يقعد النبي في قرية من القرى يروح يبلغ للأربعة خمسة، الحسين اليوم منابره ملايين المنابر والناس آلاف قاعدة، وفضلا عن المنابر والمنائر تلقى الفضائيات تصيح، كلها تصيح بالوعظ والإرشاد والنصيحة، والمؤسس هو سيد الشهداء سلام الله عليه. شنو هالعطاء هذا؟ والماديات الناس تاكل وتشرب وتأخذ حوائجها من مجال السيد الشهداء سلام الله عليه. شال حسين يوم القيامة شنو؟ ها؟ إذا هاي الدنيا اللي ما بيها دوام وبقاء، الحسين هذا معنى. إذا الحسين تحت التراب وهذا عطاءه، كان من يوقف قبالنا شي ينطينا الحسين؟ ها؟ وأحق الناس بالأخذ من الحسين هم اللي يمتثلون الأوامر واللي يحترمونه واللي يحترمون مبادئه وأفكاره واللي نشرونها بالتي هي أحسن. ها يا شباب العقيدة، نعم هذا كلام ما رد تقوله، لكن ما شلون اجى هو السياق اجى. نعم
فإحنا نذكر مصايبهم، نتقرب لله، وحتى نتأسى بهم. يعني إذا أنا صبت علي مصيبة أقول أولاً أنا مكانتي ما هي شيء أمام عظمتهم، ثم البلاء اللي ابتليت به أنا ها مو بقد ذاك البلاء. حضرتني قصة لكم فيها، يا ربي بجاه الحسين اللي هاليوم مثل هاليوم ترى لا زال الحسين على التراب طايح، بس هذا المعنى اللي الله خلى على التراب هواية إلى معاني، منها حتى يجمل هذا الكون سيد الشهداء بعطاء. والله والله مو هين على الله. قل فد واحد من أبناء الصحابة أعتقد أو من التابعين محترم محترم صراحة من بالي اسمه، وعنده ولد مات، ابنه مات ويحب ابنه، وكل يوم يجي يقعد يم هذا الزعيم الوالي الخير ويبكي يبكي على وليده. هو ميجي لي يصبر أقول يا الله الله يرحمه الله يعوضك، ما يفيد هالحالة، يوم يومين أسبوع أسبوعين شهر شهر ما بطل. ذاك اليوم قبل لا يجي هذا اللي يبكي طب واحد على هالوالي، وجه ما عنده، عيون ماكو، الخشم رايح، الشفايف الأسنون تبين، وجهه كله رايح ماكو وجه عنده، لكن هو ما يبطل الحمد لله الحمد لله الحمد عمى عمى وخشمه رايح والحمد لله الحمد لله. قال شنو قصتك؟ سولف قصته وهو انشحن، هذا صاحب الدار الوالي الخليفة شو تسميه أنت، انشحن على ذاك الزلمة اللي يبكي على وليده، قال خلي يجي اليوم أعرف أسوي به. من طاب قال تعال تعال اسمع سالفة هذا العمى، اسمع سولف إن عمي عمي ليش تحمد الله؟ قال له أحمد الله على كل شيء. مال شنو تحمد الله؟ قال له اسمع سالفتي. قال له احنا ناس رحالة ما نقعد بمكان واحد، عندنا أباعر وغنم وبقر أكرمكم الله، فهذا يستلزم أنه نتبع العشب ما نقعد بمكان واحد. فذاك اليوم شلنا قعدنا بين جبلين سفح، لقيناه كله خضر، قلنا إيه هذا يكدنا يفيدنا هذا، فخلينا حلالنا من الجمال والنياق وكل شيء اللي خلينا هناك، ونصبنا خيام لعيالي، يقول عندي ولاد وعندي بنات وعندي نسوان، خير عندي خير. واستحسنت أنه بهالليلة الحلوة الجميلة أنا أصعد أنام على قلة الجبل، كما كان هناك قلت للخادم ودي الفراش هناك، وخذيت ناقتي المخصوصة، وعندي ابن ابني حفيدي أحبه هواي، قلت هذا خلي أخذ يمي ونس، وصعدنا فوق. يا مولاي بس صرت فوق وإذا إجانا سيل كرف كل شيء عندي، برمشت عين هاي برمشت عين، نسواني وولادي وحلالي وكل شيء عندي خذاه. قلت الحمد لله عندي هذا ابن ابني يطلع اسمي، وعندي هاي الناقة أوصل بيها، الثاني مو سيل، هاي الوحوش الكواسر التجأت وين؟ للجبل. اجى ذيب خذ ابن ابني شارد بي، قلت الحمد لله الله جاي يشوف هاي الناقة توصلني لأهلي. اجيت صوبها أثاري فزعة خايفة نفرت، طقتني طقتني بوجهي ودرت عيوني وخشمي تشوفون هذا، وللآن هم أقول الحمد لله. قال له سمعت ولك ولك مات ابنك ثبارتنا، هاي صار لك 4 شهور راحة ما عدنا من وراك، وهذا المصائب كلها صبت عليه ولا زال أقول الحمد لله. يا شباب
الحسين يريد يعلمنا أنه إحنا ترى اليوم وباكر وبعد باكر أمام مصائب. إحنا ظواهرنا تقول ناس مرتاحين، لكن لو تقعد ويا واحد واحد من هالجمع تقول هذا مصيبتك من الثانية. الله جايب لي أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا ها آمنا وهم لا يفتنون؟ ما يصير، كان مؤمن والله ما يختبرني. بلا صب على الإنسان. فتعال شوف هاي آل رسول الله، هاي المصيبة اللي صبت عليهم احنا سماعي ما نطيقها، هاي كلها زينب شافتها، كلها شافتها. مثل صبيحة اليوم، صبيحة اليوم بدأ الظلام ينجلي يروح والنور يبزغ، يعني بدأ النور يشق الظلام، ظلت تبين الخفايا. أول شيء شافته زينب بعد ماكو عجاج ولا تراب ولا غبار، أول شيء اللي شافته وما في غيره جسد الحسين سلام الله عليه وأخوانها البقية وأهلها، لأن عمر بن سعد دفن قتله. قالت للإمام زين العابدين، قالت له هاي فرصتنا، عمه امشي ندفن أبوك. اجى الإمام زين العابدين مع السيدة الحوراء يدفنون سيد الشهداء، وجوا معاهم الأطفال. أول شيء وقف الإمام يصلي على أبوه يقول فرقونا بالسياط ما خلونا. رجعوا تقول زينب ما أدري شنو هو الأعداء، ما أدري شنو نيتهم. فرد مرة وجدمون النياق، النياق العجف، هاي العجف تغيب على أذهانكم يا شباب، بس يعني غير هالتعبير ما عندي بعد، يعني أكو سيارة مال اليوم موديل اليوم وأكو سيارة مال 50 سنة قبل، هاي العجفة اللي بعد ما تركب يعني عظامها بينه، هاي ما تنطاق، ثم بغير وطاء ما عليها غطاء، تعب هاي يا أخي ما ينمشي بيها. جدموهن ونوخوهن يلا ركبان. قامت زينب، انت زلمة من تطلع للماتم وتجيب ابنك وياك، انا اشوف بعض يجيب ويا ابنه، يا اخي احتار بي ولد وياك. زينب 80 طفل وطفلة هي ركبتهم، ساعدها الله، شنو هالبطولة هاي. ركبتهم، ظلت هي والامام زين العابدين. قالت له، هو الإمام قال لها، قال عمه اركبي أنت، أنا إذا ظليت وركبتني الرجال لا بس، بس أنت إذا ظليت من يركبك؟ هنا المشايخ خطباء يقولون زينب قالت له أنا، لكن أنا ما من له المعنى، مو وقت عتاب. وزينب ويا الإمام أكبر من هذا المعنى، لما ما قالها أنت ركبي من يركبك، هي عاينت له وقالت له على أمرك، بس نظراتها إلها معنى، تقول له صحيح كلامك بس المفروض اللي يركبني يكون طلعني من بيتي. ها؟ وعلت ظهر الناقة، أنا ما أريد أستدر دموعكم ولا تولاءكم يبتشيكم، بس عندي هدف، أنا أرويكم التاريخ منها الحد باكر شنو صار عليهم. لما ركبوا أحد بهم الحادي، أنتوا شايفين مثلا يموت عزيز ما يخلون أمه تشوفه، لو ابنه يشوف ما يطيق، إيش سوى هذا الحادي اللعين؟ جاب النسوان ومرهن بوسط المعركة. هسه صحيح هاي تشوف ابنها وذي تشوف اخوها، لكن يا اخي كلهم مو قد الحسين، الحسين هو عين القلاده وشافن الحسين. والامام زين العابدين
يعرف يهوى الطايح على التراب، يعرف منو الحسين شنو مكانته. فمن شاف أبوه بهاي الحالة يقول أخذ يجود بنفسه. شنو يجود؟ يريد يموت يعني، يجود. زينب قالت إذا يظل على هالحالة يموت. شو تسوي بنت علي؟ شوف شوف الذكاء، تدري غيرته عليها شنو؟ يقول هي سمعت صوتها همت بأن تلقي بنفسها. من راوتها تريد تذب روحها طلع من حالته، قالها عمة ارحمي ضعف بدني، عمة راعيني، إذا أنت طحتي من يركبك؟ ودعي أخاك وأنت على ظهر الناقة. يا أخي هنا إيش قد كتبت الأقلام عن زينب هالموقف هذا، وهي على الناقة تبي تودع أخوها، إيش قد الشعراء كتبت ما وصلوا الغاية. والله أويلي، حاضر على أمرك أخوي. يقول وألقت النظرة على أخيها، قالت له أحجاب صوني في أمان الله، عز علي مسرانا وجسمك مودع. خل أرويكم النص اللي حكته زينب، قالت لأخي والله لو خيروني بين المقام عندك أو الرحيل عنك. هسه لو يجون يقولوا ايش تردين تظلين لو تروحين معانا؟ شوف المعنى اللي اختارته زينب، يا ما يحب يظل أم الحسين، ولكن زينب أضافت على المعنى، قالت له والله لو خيروني بين المقام عندك أو الرحيل عنك لاخترت المقام ولو أكلتني سباع البر. هاي مثلكم، شون ترحون للحسين؟ انكتلنا انذبحنا انخطفنا، فدوى لك يا أبو علي، ولو أكلتني سباع البر. ثم اش قالت له؟ شوف العلم، قالت له ودعتك الكافي. ليش ما قالت له ودعتك الرحمن ودعتك الرحيم؟ ليش الكافي؟ مو الله يقول أليس الله بكاف عبده فسيكفيكهم الله؟ ودعتك الكافي ثم أرخصت دموعها، رخصت الدموع. هسه هنا تدرون شلون عافته؟ خو ما نزلت هنا، وقف الضعن. ليش وقف الضعن؟ كلهم صبروا إلا سكينة، يقول ألقت بنفسي. أتكون بنات بالبيت؟ البنية البنية إيش قد تسوي مع عزة عد أبوها؟ يقول ذبت روحها على أبوها، أجول هالأعداء ما يمكن يتأخرون، قومي ما قامت. بس من رخصتكم خوية، أنا أرويكم نصوص، قومي ما قامت ضربوها. يقول من ضربوها وتكاثرت عليها السياط، سمعوا صوت من سكينة تقلبوها بويا بويا عوف ايدي، لقد قتلوني الأعداء. تبين الأب هو كاظم انت، تقول له يبا برضاك لو رغما عليك يجرني العدو من بين يديك، وانا انخى ودير العين ليك وأصعدوها على الناقة. هذا البيت كنت انطونا حق عيني أنتم. ونظرت زينب إلى أخيها، خويا تبعتك على ريحة الخو. ما عيزتوا، صار لكم 12 ليلة تبكون. والله عجيب، والله عجيب، أنا متعجب. الناس بالفواتح تبكي على هالها يوم تبند. خويا تبعتك على ريحة الخوة، وعفتني يا خويا بقاع شلو. خويا لا تقول ما عندك، وياي وياي امروة، ولا تقول ضيعت الاخو. شاوين رايحة؟ قلت لأنا ماشية يا حسين قوة. ليش قوة؟ قلت لش حال اللي يباري من رخصتكم عدوة، ما تدري الشمر.
اي ما تدري الشمير بياش سوى صوت علمتوني تلوى ومشت الضعينة. يقول من مشت الضعينة هسه هاي أنا أصورها ويمكن أنتم ما تخالفونها. زين الحسين بهالمعزة وهالغلا وزينب اللي تعوفها بعد ما تشوفها يعني بناك انطت ظهرها ومشت. يقول القافلة هيش تمشي وزينب دايرة وجهها وتعاين هذا البيع عليه. حد ما غابت كربلة عن عيونها زينب تعاين لتساعد خوانها. ولا هلا بيك شيخ عبد الرزاق كنت تانيك تجينا ماجور خويا. ولا وألقت النظرة الأخيرة على أخيها صاحت عريان جسمك عثر ومشيت عنا دنوا المطايا ولليتامى غدت حنا وما تسمع الذاك المقيد غير ولا كل ما جذبها نحال جسمي ومزع احشاء. ويلي 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 وصلت الكلمة توجع بس كون تشيلها وياي. ويلي يقول لما ما بدت تطلع من كربلة انا باكثر نظراتي على اخوي الحسين عندي عزيز ثاني ما شفته. صحات يا نايم عثرة زينب سبوها بفاضل بحبال يا وصفة تراهم تشتفوا. ويلي ويلي عليها. صاحت يا حاد الضغان عباس مربي مربي انا مالي قلب امشي واخلي اي اخوي الشفية وقعت بيه عليه. شيلها وياي. اقلي وقل للضغن يا حلي باري سولف وياه. قلت لما ترد علي هذا البيت انا قريته في ايام محرم بس اليوم يومه. قلت لما ترد علي جواب يا ساق العطاشة ترضى اخوك يموت مفتوت الحشاشة ترضى اخوك الرمل صاير له فراشة حال العزيز حسين مثل ما جرحا. قالها العتب يا اختي على العين وعلى الراس ورغم العذر عتبي يا زينب على العباس بس لا تقول حسين ظل جثة بلا راس فوق الترب مسروع للجنز ولا انشاء. قبل لا اقرا البيت المؤلم اريد البحمد تصرخ حسين اقعد حسين حسين. قلت له ابو فاضل ما بيك تسمع تفاصيل اقول لك لحسين انقتل جا ساعدني الله اخويا صاير زينب. قالت اذا ما تحتمل تسمع بأمره إش حال اللي شافت شمر متربع متربع بصدره وثلث القلب شفته طلع من خراز وعلى حسين وحزني. يلا بعد بعد نظرت زينب إلى ابن أخيها
بكيت نادت يا بعد القلب والروح من نضغن وهاي الوادي متروح يحصل لدفن لو يظل مطروح والله شلون حيرة حيرة تحسين ركبيت باكية تنادي يا والي الله وياك يا عزي ودلالي. أنا عندي بعد بيتين وأسألكم الدعاء والله يعودكم إن شاء الله. قالت ولحمة ولحمة يا الدهر ذوب شحم قلبي ولحمة يسير بقيت لا والي. اسمع اسمع الكلمة الجاية يا أخو محمد اسمعها توجعي والله. تقول الدهر ذوب شحم قلبي ولحمة يسير بقيت لا والي. اش تتمنين زينب؟ تقول ولحمة ردت ألقى زند منك ولحمة أبو فاضل ولحمة ولو ذنبيك لا أمشي سبي شاوان أهلك. قالت ولا ياي ولا ياي أنا من أهلي ما شفت رايح ولا ياي وجمر يسعر بدلالي ولا ياي براضي كربلة ذبحوا ولا ياي وهل العدلين ما مروا على فيكم ما يقرون. هذا بيت الدعاء يا أبو محمد يا الجعفر الله يعودكم إن شاء الله. تامر عمر رحم الله أبو سالم. هذا البيت بقرأ الآن طلب أبو أحمد وإن شاء الله أكمل البيت اللي هو أرد أختم به. قالت ودقتك الله يا عيوني يا عيوني يردون عنك ياخذوني زجروخ ولا ليباروني يمرون هذا هذا هنا هلي رياق اللي عاديهم يمرون اكرام وبالعدل والحق يامرون يا طارش كلهم بزينب يمرون قبل لا تطلع من الغاضري قبل لا تطلع من الغاضري. ممنون ممنون وركبنا حسرا لا قناع ولا ردا سوى الصون يحمي والأشعة تحجب ورحنا كما شاء العدو بلوعة يذوب الصفا منها ويسجل محصب. فالدقيقتين تخلي ايدك على صدرك ليش يا زينب دمعتك سايلة ليش يا زينب دمعتك سايلة ليش الصعب والبراسك مايلة ليش الصعب والبراسك مايلة ليش يا زينب دمعتك ليش الصعب والبراسك مايلة ليش الصعب خل اسمعكم ليش يا زينب دمعك سايله ليش الصعب والبراسك خادمك شيخ رزاق اي والله ليش يا زينب دمعك خل اسمعكم
وليش الصعب لبراسك مايلة؟ ليش الصعب لبراسك؟ ليش يا زينب؟ ليش الصعب لبراسك مايلة؟ ليش الصعب ولا تقلي ليش واسمع حالتي؟ لا تقلي ليش واسمع حالتي؟ خلا خبرناك بهضم وعليتي، خلا خبرناك بهضم وعليتي. مالت العصابة من شفت اخويتي، مالت العصابة من شفت اخويتي. نوما وخيول الاعادي صايلة، نوما وخيول الاعادي. ليش يا زينب؟ ليش الصعبة لبراسك؟ وشي فجتنا الخيل واحنا بلا كفي، شي فجتنا الخيل واحنا بلا كفي. شفت يلهب نار صيوان العالي، شفت يلهب نار صيوان العالي. حقي من احزن يظل دمعي يسيل، حقي من احزن يظل دمعي يسيل. بلا ويلي والاهل عني شايله، بلا ويلي والاهل عني. ليش يا زينب؟ لا تلطم، جاوبني بس، لا تلطم. وليش الصعبة؟ وشفت اخوي حسين نايم على الثارة، شفت اخوي حسين نايم على الثارة. شفت جثته بالسيوف مطبورة، شفت جثته بالسيوف مطبورة. شفت حز ابن الضباب منحارة، شفت حز ابن الضباب منحارة. قبال عيني وعين كل العائلة، قبال عيني وعين كل. ليش يا زينب؟ شفت يوم العنهر طاح العالم، شفت يوم العنهر طاح العالم. وابن ابوي شلون شك عين السهم، وابن ابوي شلون شك عين السهم. شفت يوم العنهر طاح العالم، شفت يوم العنهر طاح العالم. وابن ابوي شلون شك عين السهم، وابن ابوي شلون شك عين السهم. شيف الظهر حسين العضيد انجسم، شيف الظهر حسين العضيد انجسم. شفت الاكبر يوم بي شايله، شفت الاكبر يوم. ليش يا زينه؟ اسمعكم. بيت الدعاء، بيت الدعاء. وابكي عالشبال بدور الكرام، ابكي عالشبال بدور الكرام. الاكبر وجسام على القبرانية، اكبر وجسام على القبرانية. ابكي عالشبال بدور الكرام، ابكي عالشبال بدور الكرام. الاكبر وجسام على القبرانية، الاكبر وجسام على القبرانية. وانا علي بعاد اهلي والعمام، انا علي بعاد اهلي والعمام. شنظم بحق اخوتي وش قايله، شنظم بحق اخوتي. ليش يا زينب؟ ممنون. وليش عصابة لبراسج مايلة؟ ودعتك الله يا ذبيح الما شرب ما عناك. يا نور العين سافرت بيتامى،
يا مقطع الأوصال لا يحصل على هوى ما فارق جسمك يا سلطان المدينة. يا الله ذكركم ليلة باكر إن شاء الله نهاية مجلس خادمكم إن شاء الله ليلة دفن الأجساد الزواكي. يا أرحم الراحمين 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 يا أرحم الراحمين. اطلبوا حوائجكم. إذا العبد قال 7 مرات يا أرحم الراحمين في الحديث الله يستحي أن لا يستجيب لدعوة. إلهي من أوصاني بالدعاء لقضاء حوائجي توفت حرمة حتى أجرت دموعنا لحاجتها وضيق اللي وارد عليها مسكينة وعندها مريض. إلهي لا تفشلنا يا كل واحد قال أسألك الدعاء. الله من عليهم بحسن إجابتك يا كريم خصوصا الجمع المؤمن. وفقهم لما ترتضيه ولا تفرق بيننا وبين الحسين طرفة عين إنك سميع الدعاء. ولمن مات على الإيمان الفاتحة مع الصلوات.